احنا اليوم في لسه في القرن الثامن قبل الميلاد، عم نحكي عن خزف السامرة. إن كنا ملاحظين إنه في شقف فخار طبعا مشوية، ومكتوب عليها في الكتابة العبرية القديمة اللي هي احنا عمليا في مدينة السامرة الشمرون، اللي هي كانت فترة من الفترات عاصمة المدينة الدولة أو المملكة الشمالية. اكتشفوا أكثر من 100 قطعة فخار، وهي القطعة مكتوب عليها كتابات غريبة، مكتوب عليها أنواع من السجلات، يعني زي فواتير اللي كيف إحنا بنقول اليوم، اللي مكتوب بالخط العبري القديم في على كل واحدة سنة الملك، يعني أي مثلا السنة الخامسة للملك فلان، ونوع المحصول اللي أنا باعته له، خمر أو زيت، كمية المحصول ومصدر البضائع. يعني أنا بكتب أنه أنا من الجليل، من مدينة فلانية، من مدينة حتصور، عم ببعث للملك فلان في السنة الفلانية 20 كر من الخمر أو من القمح. الكر يعني النوع من الموازين، نوع من أوزان معينة. وهذا بيفرجي من الكتابة، بيفرجي أنه هي مكتوبة من فترة الملك يربعام الثاني، اللي معروف لنا بيربعام ابن يوآش في ملوك الثاني 14. وبنعرف بالضبط من وين انبعث، يعني انبعث من سبط منسى. فسبط منسى اللي هو من المنطقة الشمالية، منطقة مملكة إسرائيل، فيه عشائر، وهي العشائر معروفة لنا برضو من سفر العدد إصحاح 26، في القسم الأخير من سفر العدد 26 مكتوب عنا العدد 30 33، مكتوب عنا أسماء العشائر، وأسماء بعض أسماء العشائر مكتوبة موجودة في هاي النقوش في هاي الكتابات. وطبعا يعني هذا بيقول إنه كتبوا وصلوا للملك، ضمنوا إنه وصلوا البضاعة، و إن مكتوب اسم المدينة، مكتوب اسم العيلة، مكتوب اسم العشير اللي بعتته، مكتوب لمين، لأي ملك، مكتوب لأي سنة، مكتوب نوع المحصول. فهذا مش إشي يعني واحد اخترعه، هذا شيء اللي هو إحنا بنقدر نقول عنه موثوق تماما، يعني هايلي أوثنتيك، معروف، مفهوم، موثوق. وإيش إحنا اكتشفناه؟ اللي اكتشفوه برضو علماء آثار موضوعيين عم بيفحصوا فيها، بيفحصوا ما وجدوا. والشيء الجميل انه كمان مذكوره في الكتاب المقدس كل هذه الاسماء، ان دل على شيء بدل انه فعلا الرب ساهر على كلمته.